المتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنبدأ بالمحاضرة رقم 6 في الدورة، وإن شاء الله هنترك في هذه المحاضرة المشروع اللي احنا بإذن الله بصدد التطبيق عليه بالنسبة لبرامج السيف الساب أو السيف أو الإتابس أو أي برامج إنشائية تانية إن شاء الله هنتطرق إليها في الدورة. احنا هنعرض ان شاء الله المشروع ده هنبدأه من الالف الى الياء. هنقول قطعة الارض بعد الرفع كانت ايه، ايه طلبات صاحب الارض، لان من المفترض ان انا بنفذ هذا المشروع طبقا لمتطلبات معينة. المتطلبات دي هنتطرق لها نقطة نقطة. هنصمم هذا المشروع مرتين، مرة وهنحله مرة تانية كبرج سكن مكون من بدروم وأرض بتسع أدوار علوية، وهنطبق كل اشتراطات قانون البناء اللي هي الخاصة بعمل التراخيص، وده استجابة لأحد الأعضاء اللي هم طلبوا أو بيسألوا إزاي نعمل رسمة مطابقة للإيه للرخصة. يعني أنا جاني واحد في حتة أرض النهاردة وعايز أعمل له ترخيص بناء، أستخرج له ترخيص بناء. ان شاء الله احنا هنمسك حته الارض دي وهنبدا في تصميمها كاوتوكاد، وبعد ما هنعمل لها المعماري كاوتوكاد هنبدا نحط النظام الانشائي اللي انا بقترحه في الاول. النظام الانشائي ده هنعرف ازاي ان شاء الله نحط الاسلوب الامثل لتوزيع الاعمده او توزيع الشرول، وازاي اعمل المنشأ بتاعي انه يكون مقيد الحركه في اتجاه اكس ومقيد الحركه في اتجاه واي، واطبق عليه كل اشتراطات الكود المصري عشان لما اخش اعمل اناليسيس واحط الارقام بتاعتي احطها سليمه وتديني توزيع امثل للاجهادات. يعني يا جماعه احنا كلنا نقدر نصمم لفش، كلنا نقدر نصمم لوعه منفصله، كلنا نقدر الحمد لله الحمد لله يعني نعمل التصميمات المطلوبه لاي مبنى. انما احنا ما بنيجي نتكلم عن تصميم مبنى امن اصممه وابقى عارف ايه الاسترسز اللي هتتوزع تحتيه، عارف ان الاسترسز دي الى حد ما بتكون متقاربه لان دي بتحميني من مشاكل كبيره جدا، ودي اللي بتفرق مهندس عن مهندس. يعني النهارده ممكن انا اقول والله خدوا حته الارض دي السكيل بتاعها 11 في 20 على ما اذكر، احنا رفعناها له 11 في 20 وعايزين نعمل لها تصميم. كل واحد فينا ممكن نحط تصميم مختلف، كل واحد له فكرة. بعد ما بنخلص كأفكار معمارية هنبدأ نخش على الأفكار الإنشائية. الأفكار الإنشائية ازاي هحط العمدان، ازاي هوزع العمدان، ازاي هختار مقاسات العمدان، الشيرول وأماكن الشيرول، وازاي أطلع مشروع نموذجي، نموذجي من الناحية الاقتصادية، نموذجي من ناحية أمان المنشأ. وان شاء الله برضو خلال الدورة كان في عندي جزئية انا يعني وانا بشرح نسيت ان انا اكملها لحضراتكم، اللي هي خاصة في برنامج السيف، اللي هي خاصة بموضوع الترخيم برضو ان شاء الله هنشرحها هنتناولها باذن الله، اللي هو موضوع الكريب شرينكج، لان برضو جاني سؤال من احد الزملاء. هي الاسئله بتخلينا نتطرق الى موضوعات ان شاء الله تكون مهمه لينا كمهندسين واحنا بنعمل التصميم، والجزئيه دي وهي خاصه بالكريب شرينكج اللي هي بتظهر معانا لما بنيجي بنعمل ديفاين، وبنعمل هنا بعد ما بعمل اللود باترن زي ما اتفقنا المره اللي فاتت عشان اعرفه، وبعد كده وبعد كده بقول له الكومبينيشن وعايز ابدا اشتغل على الديفليكشن وابدا اعرف الترقيم. كان من ضمن المعاملات اللي بتظهر معايا يا جماعه معامل كريب شرينكج اللي احنا قلنا هنعرف نحطه ازاي، وعرفنا تقريبا المحاضره رقم 3 أو 4 على ما اذكر جانب من هذا، لكني غفلت فعلا اذكر حاجه عن الكريب شرينكج. وجاني سؤال بيقول انت بتقول ان قيمه الكريب شرينكج بتعتمد على الحديد المستعمل في الضغط، وتفضل المشكوره انه علق الزميل وقال ان ده مش مظبوط او مش منطقي. عموما ان شاء الله النهارده هنرد على مجموعه اسئله وهنحط النواه الاولى بالنسبه للمشروع المعماري. نبدا بالافكار المعماريه، وان شاء الله انا
يعني قلت احط قطعة الارض كما هي، ما اجيبش رسمة جاهزة او بعد ما افنش انا الرسمة احطها، لا انا عايز معاكم نفكر ازاي هقسم قطعة الارض طبقا لمتطلبات صاحب البيت. يعني صاحب البيت جاني قال له والله انا عايز اعمل بدروم، قلت له هتستعمله ايه البدروم؟ قال لي والله انا هعمله مخزن. طب هتخش عربيات ولا مش هتخش عربيات؟ دي بقى استفسارات انا باخدها من صاحب القطعه وانا قاعد. يعني البدروم اللي تخش عربيه غير البدروم اللي ما تخشوش عربيه، ده له مواصفات، ده له مواصفات طبقا للايه؟ لو انا عايز اعمل رسمه ايه؟ ترخيص. طيب قلت له الدور الارضي بتاعك انت محتاجه قد ايه؟ قال والله انا محتاج فيه جناح ضيوف ومحتاج فيه شقه سكنيه. قلت له حاضر. بالنسبه للادوار المتكرره عايز اقسمها على شقتين، عايز يقسم المساحه ديت على شقتين، هو ناس يعني بتحب الرحله. ان شاء الله هنبدا نفكر مع بعض ازاي بقسم، والافكار بتاعتنا ازاي بتتطور بقى. يعني وانا بحطه هنا الاول انا عايز اقسم حته الارض دي، هفكر معاكم كده، هفكر بصوت عالي ازاي هقسمها. انا عندي هنا الارض دي 11 في 20، الشارع عندي 20 متر في اتجاه النص في اتجاه الشمال البحري، في عندي منطقه في الشرق عندي شارع تاني 20 متر، عندي جار هنا وعندي جار هنا، يعني قبل وغربي في ايه؟ في جيران. طيب والله انا عشان ابدا اشتغل حته ارض زي دي انا بشتغلها كمعماري بشتغلها من فوق لتحت، من فوق لتحت. بمعنى ان انا باجي اخد حته الارض دي بقول والله طيب انا عشان ابدا اقسم حته الارض دي منطقي او لما يكون عندي ارض بالمنظر ده، وانا هقسم شقتين ان انا اتعامل مع المحاور بتاعت القطر. فانا حاجه اقسم خط عشان اقسم بالقطر. انا دلوقتي انا بنقول يا جماعه احنا بنفكر مع بعض على برنامج الاوتوكاد ازاي هطلع بهذا المشروع. يفضل داخل الاوتوكاد لما اكون شغال اشتغل بلاير، اشتغل بلاير، وانا مش بصدد شرح دوره اوتوكاد، انما طبعا ان شاء الله انت عندكم الخبرات الكافيه ان احنا نتعامل مع البرنامج، انما انا بحتاج دايما او بفضل ان انا لما اكون هشتغل مثلا حيطان احطها في طبقه لير خاصه بيها ولتكن طبقه الوول. انا يعني هنا هخصص لها حتى طبقه الايه؟ طبقه الوول. لما اجي افتح اللايرز بتاعتي هلاقي ان الوول دي انا مثبتها في الطباعه، علشان واحنا بنطبع حتى بعد ما اخلص مشروع وهطبعه كرخصه. بالنسبه لطبقه الوول اهي انا حاطط لها اللاين ويت بتاعها 0.3 يبقى يعني عشان وانا بطبع، لان الرخص بتطبع بسكيل 1:50، فانا هديكم الارقام اللي في الطباعه ان شاء الله يطلع شكلها كويس ويطلع المشروع شيك ويا ريت بيك راجل مهندس انك انت تقدمه. انا هنا هحط في طبقه اللير، ممكن ادوس على كلمه او ادوس على هذا الخط فبقول لي ده اللير رول، اقول له اعمله لي الكرم تعمله لي هو اللي انا ايه هشتغل بيه. هنا انا قسمت حته الارض، في عندي برضو هنا في اللايرز اللي انا حاططها في حاجه السنتر لاين، السنتر لاين هو الخط المقطع، وده انا حاطط له برضو هنحط له ويت معين المره. ادي اللي هو السنتر لاين، السنتر لاين هنا محطوط على الديفولت، الديفولت بتاع البرنامج يا جماعه ممكن يكون 0.25 او ممكن اظبطه انا من داخل البرنامج، انما انا بخلي السنتر لاين 0.18 اهو. يبقى انا عملت كده سنتر لاين، لما اجي ارسم خط باللاير ايه هيرسموه لي باللاين ويت، يبقى لما يجي الراجل يطبع هيطبع على الايه الاوزان اللي انا مديها، مش هيقعد يحدد لي كل حاجه. نبدا نتكلم على المشروع. انا هنا قسمت الارض اخدتها نصين، هبدا اقول والله انا عندي البعد ده 11 البعد ده 20، اصبحت النص ده بقى عباره عن 10 في 11 والنص ده 10 في 11. فانا بقول ال 11 ديت اللوجيك او ان انا اقسمها على ثلاثة سبيسنج، وابدا احرك في السبيسنج دي ان شاء الله زي ما احنا عايزين. هبدا الاول احط سمكات الخطوط، هعمل اوفيس للبوردر بتاعت القطعه اهو. انا كده عملت اوفيس للقطعه. لو انا بقالي لو انا هقسم دي ثلاث اجزاء يبقى هيبقى عندي اربع حيطان، اربع حيطان ب 48% اشيلها من ال 11 وابدا اقول انا هقسمها سبيسنج ومتساوي في الاول. واخدين بال حضراتكم؟ فيبقى انا عندي تقريبا هيطلع 10 52 يعني تقريبا 3.5 3.5. يبقى انا ممكن اعمل كوبي للحيطه دي علشان اخلي الكلير او الفاضي ما بين النقطه دي والحيطه اللي جايه تبقى 3.5. انا كده خدت كوبي، انا ما عملتش اوفيس انا خدت كوبي. يبقى انا عندي 3.5 زائد 12 سمق الحيطه يبقى 3.62 3.62 كده هيضمن لي الكلير بتاعي. نبص عليه كده هنلاقيه 3.5. يعني انا لو قست المنطقه دي من هنا لهنا
كده هو يعمل لي 3.5. هاخد كوبي تاني على برضه 3.62. خلاص انا كده قسمت الارض بتاعتي، قلت انا هاخد في الاتجاه ده 3 سبيسنج، وده لوجيك ومنطقي، حدود ال 3.5 كويسه. تقل شويه تزيد شويه، احنا نبدا نتعامل مع الرسم. لو احنا خدنا الخط الوسطاني ده، وانا هعتبره خط سنتر لاين، انا اعتبرته كده سنتر لاين، هبدا اقول والله انا لما باجي اشتغل هحط محاور واحط شغل كتير. انا مش هحط المحاور دلوقتي خالص، انا راجل هقسم حته الارض دي اكني ماسك ورقه وقلم رصاص وبطلع افكاري على الورق. انا هعتبر نفسي بعمل كده مع كل ورقه. طيب عشان نيجي نشتغل، والله المنطقي ان انا احط السلم في النص في المنطقه دي. لو انا هعمل المدخل بتاع الدور الارضي من المنطقه دي، ممكن اعمل مدخل تاني من هنا. هنشوف ايه الفرق ما بين ده وما بين ده، ونفاضل مع بعضنا ان شاء الله. اللوجيك ان انا احط السلم هنا في النص. خلاص انا هبدا اقول والله تعالى اعمل لي خط هنا كده، واحنا هبدا ارسم خط نص القطعه بالظبط اهو عشان احط عليه السلم بتاعي. اوكي. وبالنسبه لي المواصفات بتاع السلم في التراخيص، عرض السلم، او اسف نقول عرض الدرجه، اطلع من دي بس اعملها سكيب، وهاجي كده اعرف اشتراطات السلم. انا راجل بقى دلوقتي بشتغل رخصه، فانا لازم اعرف ايه هي مواصفات السلم بتاعي. نفترض ان انا عندي زون كده، هو ده السلم اللي انا هحطه. المفروض ان احنا لما بنيجي نشتغل السلم، هنعمل اوفيس بس كده للحيطان بتاعته عشان نقسم الشكل بتاعنا. ناخد كوبي من دول. هناخد كوبي من دول. فين انا حاطه زاوية دايمنشن بس عشان اعرف المقاسات اللي هي ادنى مقاس مطلوب واكبر مقاس مطلوب بالنسبه للسلم. بالنسبه للسلم طبعا احنا بنمثله بقلبتين او بنمثله بثلاث قلبات ايا كان. المفروض ان طول الدرجه في المباني السكنيه ما تقلش عن 90 سم، ما تقلش عن 90 سم، ويفضل متر، ويفضل متر. احنا بنتكلم كناس ايه بقى؟ ناس في السوق، ما عملش انا طول الدرجه شويه صغير، يبقى لو اتنين طالعين واحد طالع واحد نازل الاتنين يخبطوا في بعض. اللوجيك قوي ان انا بعمله متر، ويفضل ما هو اكثر من ذلك. يعني لو متر 10 يكون افضل، متر 20 يكون افضل، بس ال 120 وال 130 وال 140 احنا بنعملها مثلا في المولات، بنعملها في المباني التجاريه، بنتوقع حركه كبيره على الايه؟ على السلم. انا هنا هاخد اوفيس على 110 على اعتبار ان عرض الدرجه 110. واضح ان انا رسمت دي كبيره خالص. اوكي ماشي 110. وهاخد من الناحيه الثانيه برضو 110. انا بس احنا هاخد كوبي من دي كده، وهودي الكوبي كوبي اسف، اقول له اعمل لي كوبي على 2.5، يعني 2.62، يبقى كده الكلير بتاعي انا ضمن 2.5. انا هقطع الزياده بقى ده مش محتاجه خالص. هصغر شويه من فوق. هنا انا عملت امر كات، بس انا دوست على شيفت وانا شغال عشان اقلب امر الكات اعمله، اقلب امر التريم اعمله اكستند اللي هو الامتداد. طيب اخدت انا هنا كده 110، هاخد من الناحيه الثانيه برضه 110. انا كده بعمل ديزاين للسلم عشان اعرف في المقاسات اللي انا هشتغل عليها بالنسبه للسلم. اهو كده 110 وكده 110. هشوف المسافة اللي هي فاضلة ما بين القلبتين اللي هو بنسميه فانوس السلم. فانوس السلم هنا متاخد 30، يبقى انا واخد العرض ده واخده 2.5. انا هخليني ماشي على 2.5. اوكي. هقفل بس السلم من هنا. اهو. طيب. خلاص انا عرفت ان هنا ممكن اخد درجة، يعني انا في العرض اللي انا قسته ده انا عرفت ان انا ممكن اخد درجة. اوكي. طيب هنا نفترض ان دي بسط نص الدور ودي بسط الدور، هبدا اخد هنا موازي على 110 اهو.
هقول ان انا عندي الدور هيمشي من هنا. خلاص نبدا نشوف عدد الدرج اللي انا محتاجه، عدد الدرج اللي انا محتاجه. يبقى احنا اتفقنا ان المسافه من النقطه دي للنقطه دي ما تقلش معايا عن 90 سم بالنسبه للمباني السكنيه. طب بالنسبه للمباني الاداريه، المباني اللي اسف اللي هي الابراج السكنيه، الابراج السكنيه بيبقى في عند سلم مين اللي هو سلم رئيسي، وبيبقى في عند سلم بتسميه سلم هروب. سلم هروب، مواصفات سلم الهروب هنجيلها ان شاء الله واحنا من ايه بنصمم. احنا بنتكلم على السلم العادي. طيب نيجي نتكلم على النايمه بتاع السلم. احنا كده خدنا طول السلم. النايمه بتاع السلم الحدود بتاعتها من 25 ل 30، من 25 سم ل 30 سم. يعني المسافه من هنا لهنا دي ما تقلش عن 25 سم وما تزيدش عن 30 سم. واللوجيك اللي احنا بنشتغل بيه قوي اللي هم ال 27 سم، 27 سم. انا حسبت ال 25 دي معايا دلوقتي حاليا في الشغل. خلاص انا هعمل هنا امر ايقاف اهو، وهبدا اكرر السلم بتاعي. يبقى انا كده عندي ادي 2 في 2 ادي 4، 4 و2 6. هاخد كوبي من دول وهعمل لهم كوبي 6، يبقى كده 8، يبقى كده 10 12 14 16 18 20. وهبدا اقفل السلم بتاعي. يبقى انا عندي المسافه من اخر نقطة هنا برضو هاخدها ال 110. ادي ال 110. هعمله 110. 110. طيب. هنبدأ نعمل اعمل كت بس الحاجات دي كده عشان ننظف الشغل ده. هنقطع كل اللي موجود فوق، هندلل ده خلاص، انا مش محتاج الاسامي بتاعتي. خلاص كده هبدا اقطع الزياده اللي حصل هنا لان دي منطقه الدور، خلاص انا مش محتاجها. هوصل النقطه دي كده عشان اشكل بير السلم. طب اوكي كده انا عملت سلم. عدد الدرج اللي انا بختاره هنا ازاي؟ عدد الدرج اللي هنا هو عباره عن قايمه السلم، لان المفروض ان انا عندي السلم يا جماعه بيبقى كده ماشي متر، وبينزل القايمه اللي هي القايمه بتاعته. المواصفات بتقول او الكود بيقول انها من 15 لحد 19 سم او 18 سم. يعني ممكن اشتغل 17 سم، ممكن اشتغل 15 سم. انا هنا هشتغل 15 سم ليه؟ لان انا لما جيت اشتغل العدد ده انا اخدته 20، 20 قايمه، 20 قايمه. لو انا عندي ارتفاع الدور 300 مقسوم على 20 يبقى انا اخدت القايمه بكام؟ القايمه ب 15. طب افترض يا جماعه وانا شغال والله انا ما عنديش الطول ده، انا وانا شغال كده انا هقيس ده كده هقول والله ده انا عايزه كلير صافي 4 متر و20، يبقى انا عندي السلم بتاعي انا عايزه 4 متر و20 مضروب في 2.5 عشان يطلع مطابق المواصفات. طب افترض انا ما عنديش طول 24، عندي طول 3.5، 3.5 يعني انا هشيل 2 من هنا، هشيل نايمتين من هنا. لو شلت النايمتين دول يبقى انا قصرت هذا الارتفاع كام؟ 50 سم، باعتبار ان دي 25 ودي 25، يبقى انا شلت 50. ابدا اوسع السلم فين؟ في الاتجاه الثاني. اوسعه في الاتجاه الثاني، يعني افترض ان انا مثلا بدل ما هشتغل ارتفاعي 3 متر على 15 ده 20 درجه، انا مش هشتغل 20 درجه، انا هشتغل على 18. اخد 300 مقسومه على 18 قايمه، هلاقي ان ارتفاع الدرجه يطلع 16 و6 من 10، 16 و7 من 10. انا جوه المواصفات، طالما انا جوه المواصفات يبقى انا ممكن اكنسل الكلام ده اهو. يبقى انا ممكن اعمل موف للجزء ده اجيبه هنا واخلص منه. خلاص يبقى انا اسمي كده عملت ايه؟ انا كده قصرت السلم بتاعي 25 سم. انا بس عشان ايه واحنا شغالين اعرف انا بشيل امتى، يبقى انا اقدر اعمل السلم ده في اضيق الحدود 3 متر 95 في الكلير بتاعه 3.5. طيب والله انا ما عنديش ال 3.95 زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. انا هنا لما جيت قصرت انا واخد الحته اللي في النص دي اشوفها كده، وبعد كده لو احتاجنا نزود هنزود، نقص هنقص. انا واخدها 3.5 بس. طيب 3.5 بس، يبقى انا محتاج اشيل من هنا كام؟ محتاج اشيل من هنا 45 سم، يعني يعتبر نايمتين تاني. النايمتين دولت معناته ايه؟ معناته ان انا هشيل اربع قوايم، صح؟ لو انا شلت الاثنين دول والاثنين دول يبقى انا شلت اربع قوايم. يبقى انا هحتاج في هذا الاتجاه السلم يزيد متر علشان اقدر ازود في الاتجاه الايه؟ في الاتجاه الافقي. يعني هاخد ده كده واعمله موف
متر. تمام؟ وابدأ اعمل الستندل دي، الستندل دي. انا كده هشيل كام درجه؟ انا هشيل درجتين، هشيل درجتين، يعني اخد ده كده واعمل له موف هنا، خلاص انا كده شلت منه درجتين، انا شلت ال 50 سم اللي انا ايه محتاج ان انا اشيلها. اوكي، هقطع الحته الزياده اللي انا محتاجها. انا كده يعني بنعرف ازاي وانا بشتغل بصمم السلم بتاعي. اوكي، انا عملت كده السلم، اصبح السلم بتاعي اللي انا هحتاجه هنا 3 45 في 4.5. لوجيك قوي يمشي معايا هنا اهو، لوجيك معايا يمشي معايا. ال 5 سم الفرق دي احطها في صدفه الدور، يفضل انها تكون في المنطقه دي، صدفه الدور. يبقى انا عندي المنطقه دي هبدا اقسم فيها السلالم بتاعتي وابدا اعد السلالم بقى بصوره نهائيه، واقول يبقى انا هاخد هنا درجه تاني 3 4، خلاص الباقي ديت 25، اعمل قط للحاجات الزياده اللي انا هعملها. خلاص يبقى انا كده ادي عندي درجتين، واحد واحده 2 2 4 6 8 10 10 12 13 14 15 16 17 18. انا كده عملت سلمي كام درجه يا جماعه؟ عملته 18 درجه، عملته 18 درجه. ناكد بقى المسافات بتاعتنا كده واحنا ماشيين، اشوف ديت يمكن يكون فيها زياده شويه، اه فعلا دي 30 سم، يبقى انا اقدر الم السلم ده كمان كام؟ 5 سم. انا كده بجيب الايه؟ الدايمنشن لوجيك، عشان انا وانا شغال يعني ما بقاش اسمي مهدر، ما بقاش في رقم بعيد عني، خلاص. اه يبقى انا كده عملت تصميم مبدئي للسلم، تصميم مبدئي للسلم، تصميم معماري مطابق للمواصفات، مطابق للمواصفات. يبقى انا عندي طول الدرجه ما يقلش عن متر، انا خلاص عنده 110، القايمه بتاعتي من 15 ل هي من 15 ل 17 حسب فنون التنظيم، انما انا عملتها هنا حوالي 16.7، انا برضو داخل الايه؟ داخل الرينج. افنش السلم بتاعي؟ انا اقدر نفنش السلم. ابدا اعمل الترابزين بتاع السلم بتاعي اللي هو الكوبيستا، بنسميها الكوبيستا بتاع السلم. اهو انا باخد موازيات على بعد 10 او 12 سم، وحابب اعمل زي قط عليهم عشان يبداوا ايه ابروز السلم من الترابزين. خلاص هو ده فانوس الايه؟ فانوس السلم. اوكي. طيب معماريا، معماريا المفروض ان انا عندي السلم لما اكون طالبه بيبقى في عندي حاجه اسمها النوز بتاع السلم اللي هي ايه؟ انف الدرجه، بنسميها ايه؟ انف الدرجه. يعني ايه الكلام ده؟ الدرجه بتاعتي بتبقى 30 سم، ادي 30 سم، انا هعملها كده بسكيل 30 سم، بيبقى هنا في شطف ارتفاعه اللي هو الكسوه بتاع السلم ممكن يوصل مثلا ل 3 سم ونص. اوكي، بعد ال 3 سم ونص، انا اسف حطيت رقم غلط، 3 سم ونص يبقى 0.035. تمام، بعد كده بيبقى في كسره او دخله صغيره، دي بتبقى حوالي سم ونص 0.05. بعد كده بتنزل ارتفاع الايه؟ ارتفاع الدرجه، ارتفاع الدرجه اللي هو المفروض انا ارتفاع الدرجه بتاعي من هنا 15، يعني من النقطه دي لتحت 15، انا خدت منها ال 3.5، هيبقى لي كام؟ 11 سم ونص، ادي 11 سم ونص، هي ديت الايه؟ شكل الدرجه بتاعتي. طيب يبقى انا لو تخيلت نفسي واقف وانا برسم المعماري، انا فوق السلم، واقف فوق السلم، يبقى في عندي خط دوتد لاين بيظهر وفي خط ستريت بيظهر، خط الستريت ده اللي انا حاطينه. اه طيب الخط الدوتد لاين في اتجاه وانا طالع الدوتد لاين بيبقى ورا الستريت، ورا الستريت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا جيت انا قلت له اعمل لي اوفيس، وهقول ان النوز بتاعتي دي مثلا سي انها 2 سم، وهو انا كده خدت ايه؟ بارل 2 سم، معناتها ايه؟ ان انا هعمل دي دوتد لاين، يعني انا هاخد النقطه دي واخش على باي لاير وهقول له والله انا ما عنديش حاجه انا موصفه خط دوتد، انا معلش مبدئيا انا هعتبرها خط السنتر. اذر ممكن ناخد خط دوتد لاين، مفيش مفيش عندي دوتد لاين، انا هقول له رود، هحمل نوع خط، هقول له ان هو الداش، هقول له اوكي، هاخده بالديفولت بتاعه كده، او ممكن اصغر دي من الاول، اقول له اوكي، هاخد اللاير دي، هاخد اللاير دي واحطها في خط اللي هو الايه؟ الداش. ما ظهرتش عندي يا جماعه اللي هي التقسيمه بتاعتي، بخش تاني على اللاير نفسها،
بس مش عايز اضيع وقت في الكلام ده. باخد اللي هو الخط اللي انا لسه ضايفه وبقلل النوفي، يعني بقلل الايه السكيل بتاعه. ما انا هفترض ان انا هعمله مثلا 3.5 برضه كبير عندي لسه، انا بس بوريكم التاثير بيجي منين. 4.5 خلاص. انا عملت هنا خط ايه؟ خط انا عملته في اللير بتاعت مين؟ انا عملته في اللير بتاعت مو. يعني المفروض برضو ان الستيرز دي السلم داون، اخش اعمل طبقه اسمها ستيرز واحطها. الستيرز ممكن انا جوه الطبقه بتاعت الستيرز اعمل كذا نوع من الخطوط. يعني ايه؟ انا هنا جوه الوول عملت الخط ده، اوكي، عملت خط كونتينوس وعملت الخط ده، ده اللاين ويت بتاعه 0.3 زي ما احنا كنا مصنف عاملين اللير نفسها. ممكن ده ما يبقاش 0.3، ادوس عليه كده بحضراتكم وما اقولوش هنا باي لاير، ما سيبهاش باي لاير، ابدا اقول له والله لا اعمل الخط ده اخف شويه، لان انا واخد الخط ده سي 0.3، يبقى انا عندي الخط الدوتة اللي وراه يعني ما يبقاش خط تقيل عشان ما يبقاش شكل الرسمه بايخ، صح كده؟ طيب يبقى انا لما هدوس على ده هيقول لي والله انت كده باي لاير. لو انا دوست على ده انت في الوول، بس اللاين ويت بتاعك بقى كام؟ بقى 0.18. انا كده خدت الايه؟ او عملت النوز. انا هاخد كوبي من دي وهبدا اكررها على كل الايه الدرج. طيب اهو عرفنا كده يعني ايه بقى. انا بس بسرعه او بحاول اوضح الامور بسرعه هنا شويه. بعد كده انا هعمل خط معناته الكلام ده ايه؟ معناته ان السلم طالع من هنا، يعني انا وانا طالع هطلع كده وهلف واجي كده، يبقى معناته ان انا لقيت الدوتد لاين بعد الخط الاستريت، معناته ان انا هطلع، يبقى انا طالع السلم بتاعي هيلف في هذا الايه؟ في هذا الاتجاه. طيب كده احنا خلصنا السلم وخلصنا الدايمنشن بتاعته وخلصنا تقريبا الخطوط الرئيسيه بتاعته. هنيجي نقول والله احنا عايزين السلم ده كده ناخده على بعضيه اهو، سي من النص بتاعه كده، وانا هاخد اهو هعمله موف عشان نكسب وقت في الدوره اهو. انا هاخد من النقطه دي واحطه على الميد بوينت، خلاص هكنسل الخطوط الزياده دي، مش عندي خطوط كتير في الشكل المتركب على بعضيه. انتوا فاكرين موضوع ال 5 سم؟ طبعا واحنا اتفقنا ان ال 5 سم دي انا هاخدها فين؟ هاخدها في صدفه الدور. يفضل ان تكون عندي صدفه الدور اهو، خلاص. هاخد عفوا هاخد الخطوط الزياده، انا بدلت الخطوط الزياده. الدايمنشن برضو هنا انا معلش حط الدايمنشن افتراضي كده عشان اشرح بسرعه عليه، انما ان شاء الله لو الاخوه الافاضل ليهم اي استفسار ازاي هعمل الدايمنشن ازاي اظبطه ان شاء الله، حتى لو حاجه تخص الاوتوكاد ان شاء الله احنا تحت امركم باذن الله في شرحها. هنا حضراتكم انا لما جيت خدت المقاس ده كان 3.5 متغير شويه، فانا من غير مقاس تاني انا ممكن انشط الدايمنشن وابدا احطه على المقاسات الجديده، هلاقيه بيقرا لي ال 3.5 اللي انا عاملها بره، خلاص. يبقى انا كده خلصت يا جماعه السلم وخلصت مكانه، انتهينا منه. انا بس انا حاطه فين افتراضي دلوقتي؟ انا حاطه فين؟ في النص. يبقى انا عندي السلم بتاعي هيطلع من كده ويلف ويجيني هنا على بسطه الايه؟ بسطه الدور. نبدا نقسم الشقق كده. يعني انا متخيل ان هو انا عندي شوارع هنا، الشوارع من المفترض ان انا عندي اتجاه البحر يا جماعه بيبقى في هذا الاتجاه. لما يكون عندي ده اتجاه البحر يفضل قوي، يعني دي حاجه من السوق، يعني ان احنا نحط منافع الشقه اللي هي المطبخ والحمامات وما الى ذلك تكون في الاتجاه القبلي عشان تبقى عكس اتجاه الايه الرياح، فما فيش ريحه ترد لي جوه الايه جوه الشوارع. هنبدا نقسم نقول والله انا عندي ده شارع، انا ممكن قوي اخد هنا 3 غرف في المنطقه دي، انا هحسب له 3 غرف. هعمل كوبي واعمل موف سين، انا هعمل الاوضه مبدئيا 4 متر، يبقى انا هنا هاخد له 4 12، يبقى انا الكلير بتاعي بقى كام؟ يبقى الكلير بتاعي بقى 4، يعني انا واخد كوبي مش هعمل اوفيس ده. طيب بقى 4. نقيس الجزء اللي فاضل من هنا كده اهو، بقى لي 5 متر 76 سم. المفروض ان دي هتبقى هي دي، بس طبعا انا هنا عندي شارع، هنا ما عنديش، صح كده؟ انا عندنا شارع انا ما عنديش، انا هبدا افكر في دي وبعد ما افكرها وانهيها ابدا اخش احل مشكله الشقه الغربيه. طيب هنا يا جماعه لو انا افترضت ان ديت هتبقى صالون، دي هتبقى صاله، ما ينفعش الاوض كلها تبقى فاتحه على الصالون او على الصاله، مش هلاقي حيطان اشتغل فيها، فيفضل دائما ان انا لما اكون داخل الاوض اخشها من ممرات، يعني انا هاخد كوبي من هذا الرقم من هذا الخط اسف وهرجع بيه 1.1 اللي هو كام؟ اللي هو 1.1. ليه 1.1؟ هي دي طرقه، الطرقه دي انا هخلقها في هذه المنطقه اهي،
قرأة أنا هخلعها. أنا آسف إذا أنا أخدت كوبي غلط. أنا هاخد كوبي من ده كوبي وهمشي بيه في هذا الاتجاه 1.1. خلاص كده أنا عملت هنا طرقة. الطرقة دي ما أقدرش أقللها بأي حال من عشان أنا واخد الكوبي على متر. المفروض إن الكوبي عشان أصفي متر يبقى 1.12. ماشي. طيب يبقى أنا هنا خدت الطرقة دي، هعمل تريم للنقطة دي وهعمل تريم للمنطقة دي. لو أنا عملت زوم كده يا جماعة وخدت أمر التريم وقطعت، هو بيقطع كل اللي فوق، بيقطع كل اللي فوق برضه هنا لما إنما تفرق لو أنا عامل الزوم كده وجيت قطعت هنا هيقطع لي دي ويسيب لي الحتة دي تحت. يبقى احنا ناخد بالنا من حركة الماوس دي. أنا كده طالما مش شايف أو الأوتوكاد مش حاسس بإيه اللي تحت وقلت له هنا تريم اقطع، قطع يقطع لي كله. قلت له اقطع هيقطع لي ايه؟ يقطع لي كله. هبدا اقطع هنا المنطقه دي اهو. الخط دي بتعتبر بالنسبه لي انا طرق. انا هعمل هنا ايه؟ طرق. يعني الخط ده بتاع دايمنشن اشيله. هعمل هنا خط دوت لاين عشان اعرف ان هنا في ايه؟ قرش. يبقى انا هدخل هنا ايه؟ قرش. القرش ده ممكن اقول انا اخده، مش هاخده طبعا زي الحته دي، انا هعلم على دول وهبدا اقول له حطهم لي في اللير اللي هي 0.18. هي في نفس الول بس ايه محطوطين في ال 0.18 اللاين ويب بتاعها 0.18. طيب برضه هناخد الخط ده ونحطه في الطبقه اللي هي دوت لاين. خلاص انا كده حطيتها في طبقه الدوت لاين. اوكي. ولو انا برضو مش عايز اخش في الافلام دي كلها، اخد ماتش بروبتس واقول له من النقطه دي ماتش بروبتس واقول له الخط المنقط ده اعمل لي كمان الخطوط دي خطوط منقط، هو اوتوماتيك هيبدا يقطع لي ايه الخطوط. خلاص يبقى انا كده عرفت ان انا عندي الاوضه دي هفتحها من هنا، الاوضه دي صيانه هعمل بابها من هنا او من هنا، الاوضه دي هعمل بابها من هنا. كده انا يعني بعت الغرف عن منطقه الايه؟ الصاله او الضيوف او ما الى ذلك. ده احنا بنقول تفكير مبدئي. طب المتر اللي انا رجعته هنا، المتر اللي انا رجعته هنا انا عندي هنا في بروز متاح لي وعندي هنا في بروز متاح. ايه اشتراطات البروز؟ اشتراطات البروز بالنسبه للقود المصري عشان الرخص، لازم اولا يكون عرض البلكونه بيساوي 1/10 من عرض الشارع المطل عليه. 1/10 من عرض الشارع المطل عليه بحد اقصى 1.75 متر. يعني انا عندي هنا انا ببص على شارع 120، يعني انا ممكن اطلع بالبلكونه بتاعتي كام؟ 10 عرض الشارع، يبقى 20/10 يبقى انا هطلع 2 متر، انما الكود لا، قال لك ان زادت عن 2 متر اوصل لل 175، يبقى انا اقصى حاجه انا يا جماعه هقدر اوصلها هنا هي الكام؟ ها؟ هي 175. يبقى انا عشان احدد البلكونات بتاعتي هقول والله انا هاخد هنا موازي على 175. خلاص عشان يبقى احنا ايه عارفينه اهو، احنا عارفين حدودنا بتاعت الارض. الناحيه الثانيه تشوف عرض الشارع كام؟ اه برضه 20، انا برضه هطلع له 175. خلاص يبقى انا عندي اقصى مسافه من وش البيت لاقصى بروز فوق في البلكونات هو كام؟ ال 105. انا طبقت هنا ليه ال 175 اللي هي عشر عرض الشارع وبحط اقصى 1.75 متر. طيب بيجي يقول لي ان كان عندي في جيران ما اقدرش ابدا البلكونه من جنب الجار، ما اقدرش ابدا البلكونه من جنب الجار، لازم اعمل لها حاجه اسمها حرم للجار. حرم للجار بيبقى طوله 1.5 متر، يبقى انا هعمل موف للخط ده 1.5 متر. يبقى انا لو جيت قست المسافه من النقطه دي للنقطه دي، دي لا تقل عن 1.5 متر. خلاص يبقى انا كده ماشي تبع الايه؟ الكود. هبدا اعمل شنفر على الخط ده والخط ده. خلاص انا قطعت الشغل. خلاص هنا بوينت 12 سي واعمل شنفر على الكود. خلاص كده انا حددت البلكونه بتاعتي، حددتها ك عرض البلكونه، عرض البلكونه الحد الاقصى هو ال 175 في الكود او عشر عرض الشارع ايهما اصغر. الحرم بتاع الجار 1.5 متر، يبقى انا عندي هنا لازم يكون في حرم جار، ويا جماعه طبعا بالطبيعه الناحيه الثانيه لان انا عندنا في جار، يبقى انا لازم برضه اخش من هنا ايه 1.5 متر. نمشي حاجه حاجه. طيب لو انا هطلع اسيب دي بلكونه زي ما هي وهسيب دي بلكونه زي ما هي وانا هطلع في نص هنا برج، عشان انا لما جيت اخلق الطرقه دي صغرت الاوضه دي شويه، الاوضه دي بقى الكلير بتاعها بقى حوالي 3 متر صح كده؟ لا انا او 2 متر و88 عشان 12 سم الطول حلو.
طيب يبقى انا هعمل كوبي لهذا الشكل او هعمل اوفست عشان اطلع اجيب البرج. البرج نص البلكونه. الكود بيقول لي ان البرج نص البلكونه، يعني ايه البرج نص البلكونه؟ انا هنا لما جيت طلعت اوفست طلعت على كام؟ 175. ال 175 دي اقسمها على 2 عشان اعمل بروز الايه؟ بروز البرج. 175 على 2 يبقى انا عندي البرج بتاعي 87 سم ونص، يبقى انا ممكن اطلع من هنا كده اقول اوفيس بوينت 875 وهطلع بالموازيات بتاعه البرج. يبقى انا عندي البرج ده لمين؟ للاوضه. البرج ده للاوضه، يبقى انا هطلع بده كده وهبدا اقطع الحاجات الزياده اللي عندي. هقطع ده، هقطع ده. خلاص. وطبعا ايه؟ هشيل بقى خط الايه؟ ها؟ خط الارض من هنا. يبقى خلاص كده انا عملت بلكونه وعملت برج. يحق لي اعمل برج من بلكونه؟ اه يحق لي، يعني الشكل ده تنظيميا صح. وفي حاجه ثانيه اللي هي مشهوره قوي، ان الناس دايما تيجي تقطع البلكونه عند الابراج، يعني هنخلي دي بلكونه لوحديها ونخلي دي بلكونه لوحديها. يبقى انا هعمل امر قط على الجزء الوسطاني اللي هنا. هقطع على الحته دي خلاص. لما يكون عندي ده يا جماعه سور، ده سور بلكونه، انما ده عباره عن ايه؟ ده من اصل المنشا. يعني ده ارتفاع المباني فيه 3 متر، ده ارتفاع المباني فيه متر، يبقى انا عندي ده هيقطع هنا، يبقى انا اشيل الحته دي واشيل الحته دي خلاص عشان احس بفرق الارتفاع. يبقى ده متصل بارتفاعه بيزيد ل 3 متر وده بيقف عند متر او متر و10 خلاص كده. انا عملت تريم وعملت شكل الايه؟ شكل الشغل بتاع او الثلاث اوض اللي هنا. يبقى انا هنا دخلت انا من طرقه، الطرقه دي هتدخلني على اوضه 2 3، ودي عملتها برج ودي عملتها بلكونه. خلاص انا خلصت الجزء اللي هنا. طيب نبدا نستكمل ان شاء الله ترتيب الشقه الداخلي ونشوف ايه المناور اللي بتبقى موجوده ومساحات المناور طبقا للايه؟ طبقا للكود. انما انا شايف ان زمن المحاضره بيزيد، انا هكتفي بالجزئيه دي في المحاضره دي، وهنبدا نكمل المشروع المحاضره الجايه، وانا هسيف برضو المشروع اهو، وهبدا اخش على الجزئيه اللي هي كانت خاصه ببرنامج السيف برضو عشان ما ننساهاش، وهي تحديد موضوع اللي كان بيخص كان بيسال فيه احد الزملاء الافاضل. هخش على امر ديفاين وهخش على اللود كيسز. فاكرين هنا لما كنا بنعمل موضوع الترقيم وكنا بنضيفه مره شورت ترم ديفليكشن مره لونج ترم ديفليكشن، وقلنا لما بنيجي نشتغل على الشورت ديفليكشن كنا بنعمل نخش هنا نعمل موديفاي وبنقول له هنا ايه؟ نون لينير كراك. تمام. في اللونج ترم ديفليكشن كنا بننشط الجزء اللي تحت اللي هو الخاص باللونج ترم ديفليكشن، فكان بيظهر عندي معاملين، معامل اسمه الكريب كوفيشن، وده احنا عرفنا الحمد لله المحاضره تقريبا 4 ازاي بنحطه. في عندي الشرينكج سترين، انفعال الايه؟ انفعال الانكماش. الرقم ده مطابق للكود الامريكي، احنا عايزين نحطه مطابق للكود المصري. وكان في احد الاخوه الافاضل بيسال وبيقول هل بقول له ان الرقم ده بيتاثر بقيمة حديد الضغط، فهو أشار مشكورا إلى إن هو لا ما بيتأثرش بقيمة حديد الضغط. هنفسر ليه بيتأثر بقيمة حديد الضغط. إحنا عارفين يا جماعة إن حديد الضغط، الحديد اللي أنا بحطه في منطقة الكومبريشن بتاعت الكمرات أو بتاعت العناصر الإنشائية، لما بدأ أشغله بشغله ممكن يوصل للنسبة القصوى اللي هي نسبة 40%. وبنقول ان حديد الضغط بيقلل من تاثير الزحف والانكماش. حديد الضغط لما بنحطه بيقلل من تاثير الزحف والانكماش. طالما كلمه زحف وانكماش يبقى بيأثر على اللونج تيرم ديفليكشن، هيأثر لي على اللونج تيرم ديفليكشن. لما الاقي معادله محطوطه امبيريكال، يعني ايه رقم، اعرف تماما ان الاساتذه الافاضل اللي حاطين هذا الرقم وحاطين هذه المعادله هم اكتف في ان هم ياخدوا في اعتباراتهم تأثير حديد الضغط. وهنبدأ نخش على الجزئية دي وهشرح الجزء النظري بيها وأعرف إزاي إن شاء الله أغير المعامل ده طبقا للكود. بالنسبة للكود المصري في هذا الموضوع، بسم الله الرحمن الرحيم. ده كود الزلازل المذكور. ماشي.
بالنسبه لي لما كنا بنتكلم عن الترخيم واستكمال الاعمال لكلام الترخيم برضو، انا عشان اغطي الجانب بتاع سؤال الاخ الفاضل في هذا الجانب، لازم اعرف في لما بنقول ان عندنا انكماش ترخيم طويل الامد، قلنا الترخيم طويل الامد هو الترخيم اللحظي وبضيف له الانكماش وبضيف له الزحف. ايه الانكماش وازاي احسبه؟ ايه الزحف وازاي احسبه؟ وفي النهايه خالص هنقول هذا المعامل اللي هو ايه؟ معامل الانفعال اللي هو الخاص بالايه؟ بالانكماش. كلمه انفعال دي يا جماعه يعني برضه عشان ايه نوضح، لما نقول انفعال خرسانه، في انفعال خرسانه بالنسبه لدرجات الحراره، في انفعال خرسانه لفروق درجات الحراره، في انفعال خرسانه بالنسبه للايه؟ للاحمال الدايمه، في انفعال خرسانه بالنسبه للزحف. اي شيء بيأثر على الخرسانه لها انفعال مقابل، لها انفعال ايه؟ انفعال مقابل. فلما نقول انفعال الزحف اللي هو هنا الكود سترين ده انفعال الانكماش، هنعرف ازاي بنحسب الانكماش ونعرف ازاي بنحسب الانفعال الناتج عن الايه؟ عن الانكماش، الانفعال الناتج عن الانكماش. وبعد ما هنعرف ازاي نحسبه هنعرف حدوده كايه؟ كمواصفات مصريه. بالنسبه لي موضوع الانكماش ان شاء الله، انكماش الخرسانه ده بيحصل نتيجه خروج ميه الخلط بعد صب الخرسانه، يعني انا خلصت لسه يا دوب العمال صابين لي السقف او صابين لي عمدان او صابين لي ايا كان الجزء الانشاء اللي هم صبوه. فبعد ما بصب انا والناس بتبدا تمشي بتبدا الخرسانه تنشف نتيجه تقدر البخر، لو درجه حراره عاليه شويه بيحصل بخر والميه ميه الخلط، فاكيد هيحصل جفاف سريع، هذا الجفاف بيؤدي الى انكماش الايه؟ انكماش الخرسانه. يعني ايه؟ لو انا شغال في درجه حراره عاليه غير لما اكون شغال في درجه حراره متوسطه غير لما اكون شغال في درجه حراره ايه؟ قليله. يبقى اذا درجه الحراره هتاثر معايا على الايه؟ على الانكماش. الانكماش عشان نيجي نحسبه اللي هو الانكماش الجفاف بالنسبه للخرسانه، عشان نيجي نحسبه احنا بنعبر عنه بحاجه اسمها البعد الاعتباري، البعد الايه؟ الاعتباري اللي هو عشان نجيب الانكماش بنعبر عنه بالبعد الاعتباري. يبقى اتفقنا ان انكماش الجفاف هيتاثر بدرجه حراره الجو المحيط وهيتاثر بالزمن طبعا، لان كل ما هرج السطح اكتر بالنسبه للزمن كل ما هيحصل بخر اكتر وما الى ذلك. هنعرفه على انه هو النسبه ما بين حجم العنصر الخرساني المعرض للجفاف الى مساحه العنصر الانشاء المعرض للجفاف. حجم العنصر على مساحه العنصر هو ده اللي بنعبر عنه بالبعد الاعتباري. يبقى انا عندي بي اللي هي البعد الاعتباري بتساوي 2 في الاريا سي مقسومه على البي سي، الناتج هنا بيطلع بالمليمتر. البي اتفقنا ان هي البعد الاعتباري، الاريا سي هي مساحه مقطع الخرسانه بالمليمتر، البي سي اللي هو محيط القطاع المعرض للجفاف، محيطه. يبقى انا اقسم مساحه القطاع اللي تعرض للجفاف على محيطه علشان اقدر اجيب ايه؟ انكماش الجفاف. طيب انكماش الجفاف ده له حدود؟ له حدود. له حدود. وده نص عليه الكود المصري. وهنا الكود المصري نص عليه بيقول لي ادي البعد العمر اللي هيبدا عنده الانكماش، العمر، لان احنا متفقين ان الانكماش ده من ضمن العناصر اللي بتتاثر بالزمن، برضه الزحف نفس الكلام يا جماعه، هنلاقيه برضه بيتاثر بالزمن، واي قيم فيه لازم تكون مرتبطه بالايه؟ مرتبطه بالزمن. بيقول لي ان لو انا عندي العنصر ده من 3 الى 7 ايام، من 3 الى 7 ايام وحسبت قيمه البي، طلعت قيمه البي دي اكبر من او تساوي 600، يبقى انا عندي انكماش الجفاف بيساوي 31 من 100 في 10 اس ناقص 3، في 10 اس ناقص 3. انا هنا الظاهر نسيت اكتب لكم موضوع 10 اس ناقص 3، لا اهو هو موجود فوق في الجدول من فوق. قيم استرشاديه لانفعال انكماش في 10 اس ناقص 3، يبقى انا عندي انفعال انكماش الجفاف النهائي العينه من 3 الى 7 ايام لما احسب البي بتاعتها تطلع البي بتاعتها اكبر من او تساوي 600، ها يبقى انا عندي ب 31 من 100، لو من 7 ل 60 يوم 3 من 10%، لو اكتر من 60 يوم هي 28%. اي رقم من دول يا جماعه بينضرب فيه 10 اس ناقص ايه؟ 10 اس ناقص 3. لو البي بتاعتي طلعت من 600
ل 200، الرينج بتاعها من 600 ل 200 بتبقى 38 31 25 وهكذا. يا ريت نطلع على هذا الايه الجدول ونقرا ارقامه ونحس بالفروق بتاعتها. لو اتفق زي ما اتفقنا المره اللي فاتت، قلنا ان القماش الجفاف ده بيتاثر بيه درجه الحراره المحيطه، درجه الحراره المحيطه هتتاثر بيها عن طريق الايه؟ المعامل اللي مؤثر فيها الرطوبه النسبيه. فالراجل بيقول لي والله انا لو شغال في رطوبه نسبيه 55% ولو شغال في رطوبه نسبيه 75، يعني مديني الايه؟ القيمتين دول. طب افترضوا يا جماعه ان انا وانا شغال على 60% طيب رطوبه، يعني لما قسنا الرطوبه في الجو طلع ب 60%، يبقى انكماش الجفاف عباره عن ايه؟ علاقه لينير، يعني خلوا العلاقه دي لينير. لو انا مثلا العينه بتاعتي من 600 ل 200 وهنا من 600 ل 200 مثلا سي من 7 ل 8 ايام، يبقى انا 31% وهنا 22 وهنا 22. لو انا عندي دي ب 60% يبقى انا هاخد 60%، يبقى انا عندي في 5% زياده، يبقى اقسم الفرق 31% ناقص 22% مقسوم على الفتره اللي من دي لدي كام؟ ها 20%، هجيب ما يقابل ال 1% اضربه في 5، 5 اللي هي ايه؟ فرق ال 60% من ال 55%. الناتج اللي يطلع اضربه في 10 اس ناقص 3 يبقى هي دي ها قيمه انكماش الجفاف النهائي عند ايه؟ رطوبه قدرها 60%. عرفنا ازاي حتى لو انا طلعت بره حيز هذا الجدول سواء بالاقل سواء بالاعلى، انما هو ده الرينج اللي موجود في الرطوبه في جمهوريه مصر العربيه من 55 ل 75، ده انكماش الجفاف. نعرف الزحف. الزحف هو الانفعال المرئي اللي بيحصل تحت تاثير جزء من الاحمال او كله، صح؟ وبرضه بيعتمد على مين؟ بيعتمد على الزمن. ومن ضمن الحاجات اللي بتؤثر على الزحف محتوى الركام ودرجه الرطوبه برضه والزمن. يبقى هم دول الثلاث حاجات اللي بيأثروا لي على الايه؟ على الزحف. والزحف انا برضه في جدول ان شاء الله هتلاقوه. هو ده الجدول فعلا، قيمه السجل ومعامل الزحف النهائي. لما نيجي نحسب الزحف، القيمه الكليه للانفعال الناتج عن اقصى زحف وانفعال لحظي، يبقى خلي بالكم يا جماعه، شوف الزحف بيقابله ايه؟ ها؟ بيقابله انفعال. الزحف بيقابله هنا انفعال لان هو تاثيره على الخرسانه في صوره انفعال. بنقول انها عباره عن ايبسلون تي، يعني الزحف عند الزمن تي، الزحف عند الزمن تي بيساوي ايبسلون نوت. ايبسلون نوت ده معناته الزحف الابتدائي، انا اسف، الانفعال الابتدائي. ايبسلون تي الانفعال عند زمن قدره تي، ايبسلون نوت هو الانفعال الابتدائي. الانفعال عموما وفي اي حاله من الاحوال لو احنا افتكرنا المنحنى اللي كان بيمر من الاستريس والسترين، وعرفنا ان لو قسمت الاستريس على السترين بيديني المودلس اوف الاستيستي اللي هو اي، يبقى انا عندي الانفعال عند اي فتره زمنيه سي ايبسلون نوت ده الانفعال. الانفعال ده عباره عن ايه؟ عباره عن اف نوت على اي اللي هو عباره عن الاجهاد، الاجهاد عند بدايه التحميل مقسوم على معايير برونت الخرسانه عند بدايه التحميل عشان اجيب الابسلون نوت اللي هو الانفعال عند بدايه التحميل مضروبه في 1 زائد فاي. ايه فاي دي؟ فاي دي هي معامل الزحف. فاي هي معامل الزحف. طيب لو انا حبيت اجيب قيمه انفعال الزحف بقى، قيمه انفعال الزحف، انفعال الزحف هو عباره عن الانفعال مضروب في فاي. الانفعال مضروب في فاي. اتمنى ان اكون وصلت، يعني هنا اهو معلش عادة بصوره سريعه. الانفعال عند لحظه زمنيه تي بتساوي الانفعال الابتدائي، الانفعال الابتدائي، اي انفعال في الدنيا هو عباره عن اجهاد اف مقسوم على معايير مرونه. يبقى ايبسلون نوت هو الانفعال الابتدائي، يبقى هو الاجهاد الابتدائي للخرسانه عند التحميل، عند بدايه التحميل، والاي سي هي عباره عن معايير برونت الخرسانه عند بدايه التحميل مضروبه في افتح قوس 1 زائد فاي، فاي ده هو معامل الزحف، ومعامل الزحف ده مرتبط بجدول. لو ضربت الابسلون تي مضروبه في الفاي هو ده انفعال الزحف، هو ده انفعال الزحف. طيب يبقى انا عندي قيمه الفاي دي مهمه جدا، لان انا عندي الفاي دي لما اجيبها لو اضربها في ابسلون تي هو ده يديني انفعال الزحف الناتج عن الزحف. الانفعال ده او معامل الزحف ده الكود المصري حاطته لي في جدول قيم استرشاديه لمعامل الزحف النهائي اللي هو فاي. نفس الجدول ده هو الجدول بتاع
بتاع انفعال انكماش الجفاف، بس بتختلف طبعا الايه القيم اللي موجوده هنا، والجدول اللي تحت مش مضروب في حاجه، يعني القيمه اللي موجوده هنا هاخدها على طول زي ما هي. لو انا عايز احسب قيمه الفاي سيل اكتر من 60 يوم وحسبت البي بتاعتي اللي هو البعد الاعتباري اللي احنا شرحناه من شرط اكبر من 600، يبقى باخده باثنين. يبقى انا لو خدت الاثنين دي وضربتها في قيمه الزحف بعد 60 يوم، ده هيديني ايه؟ انفعال الناتج عن الزحف بعد 60 يوم، صح كده؟ انفعال الزحف الناتج بعد 60 يوم اند سو اون، وهكذا. يعني اي رقم من هنا طلعت اضربه في الابسلون هعرف ايه اجيبها ان شاء الله. طيب لو انا عندي هنا برضو الطوبه النسبيه 55 زي ما شرحنا فوق، افترض ان انا بشتغل سي عند 70%، 70%، وهنا عندي مثلا الرقم ده 2 وما يناظر هنا 1.7، يبقى الفرق هنا 0.3، اقسم 0.3 على الفرق ما بين الاثنين دول اللي هي 20%، هطلع ما يقابل ال 1%. طب انا عندي هنا كام؟ انا عايز 70، يبقى الواحد مضروب في القيمه اللي نتجت من فرق قسمه اللي هي 0.3 على ال 2% واطرحها من ال 1.7، انا اسف واضيفها على، لان انا كل ما الرطوبه النسبيه بتقل يبقى انا عندي القيمه هنا بتايه بتزيد، علاقه عكسيه، الرطوبه النسبيه لما بتقل بلاقي هنا الرقم ده بيزيد، يبقى الناتج اللي يطلع اجمع 0.7، اقدر اجيب قيمه فاي او معامل الزحف النهائي عند درجه الرطوبه 70%. نخش على الجانب الخاص بالسيف علشان نشوف الكود محدده ازاي، اللي هو الشرينكج سترين. الكود حاطط حمل انكماش الخرسانه ان هو عباره عن اللي هو تاثير الانكماش بتاع الخرسانه، بيتاخد مكافئ لتاثير اجهاد، مكافئ لتاثير اجهاد ناتج عن انفعال مقداره 30 في 10 اس ناقص 5، 30 في 10 اس ناقص 5. يعني الكود الامريكي عشان الاخوه بس اللي بيحطوا 0005 كده، لا احنا مش هنحط هذا الكلام زي ما اتفقنا مع بعضنا ان شاء الله، احنا هنمشي هنا تبع الكود المصري وهنقول له ان الانفعال بتاعي 30 في 10 اس ناقص 5، يعني تقريبا 0.0003، يعني بدل ما هي 5 هنا هتبقى ايه 3. طب ده امتى؟ ده في الظروف المثلى. طب لو نفترض ان انا شغال في جو شويه جاف، يعني جو وحش شويه صحراوي، هنا بيزود لي القيمة دي ل 40 في 10 أس ناقص 5، يعني الرقم ده أهو لو أنا بشتغل في منطقة شرسة شوية بالنسبة لدرجات الحرارة بخلي دي كام؟ ها؟ 4 من أو 4 في 10 أس ناقص 4، هي 40 في 10 أس ناقص 5 عشان الرقم هو أهو، هنا 40 في 10 أس ناقص 5 كأنها 4 في 10 أس ناقص 4. طيب ده هو ده حمل الانكماش؟ اه ده حمل الانكماش اللي انا بحطه ان هو في برنامج السيف، بس لما بيكونش عندي داتا، انا ما عنديش ايه؟ ما عنديش حساب، ما عنديش مؤشرات للحساب. طب افترضوا يا جماعه ان انا عندي دلوقتي الجزء اللي انا بشتغل عليه اللي هو ده، انا بشتغل في كاميرات او بشتغل في بلاطات، بقى انا بشتغل كده تبع الايه؟ تبع الكود المصري كده، ها بشتغل تبع الكود المصري. لو انا بشتغل في مكان اتفقنا عليه قلنا مكان معتدل نسبيا بخليه ايه؟ 0.003، لكن الكود المصري اداني هنا هو ايه؟ موديفاي لهذا الكلام، بيقول لي ايه؟ بيقول لي في حاله البلاطات والكاميرات حيث الانكماش غير منتظم، انكماش غير منتظم من خلال القطاع، اه في فعلا انكماش غير منتظم، ليه؟ النهارده يا جماعه لما يكون انا عندي سي سطح خرسانة، نفترض ان انا عندي مكعب، نفترض يعني بالشكل كده انا هرسمه سي تقريبي بس عشان اوضح عليه فكرة معينة. انا عندي مكعب، مكعب بالمنظر ده كده، لما يكون الشمس اللي نفترض ان وجه القمر ده او وجه القطاع ده لبره، يبقى درجة الحرارة هنا عالية، درجة الحرارة من جوه ممكن تبقى منخفضة. ليه تبقى منخفضة؟ احنا اظن الحمد لله ربنا كرمنا التكييفات شغالة، ده شغال ده شغال، فيبقى درجة الحرارة اللي جوه غير درجة الحرارة اللي بره، يبقى هنا فعلا انا بعرض هذا القطاع الى انكماش غير منتظم. يبقى لما اجي اطبق الكود بيقول لي الكود انه في حالة البلاطات والكاميرات حيث الانكماش غير منتظم خلال المقطع المستعرض، تكون القيمة القصوى، القيمة القصوى المسموح بها لتأثير الانكماش مكافأة لتأثير إجهاد ناتج قدره 1.25% لانفعال السابق. يعني إيه الكلام ده؟ أنا أقول
يعني لما اجي اخش برنامج السيف واحط هذا الرقم احط بوينت 3 واضربه فيه واحد وربع، اضربه فيه واحد وايه وربع، يبقى انا عندي القيمه اللي هنا اللي انا هحطها بقى في برنامج السيف دي، القيمه اللي هي الفاينل النهائيه بالنسبه لي انا في السيف عشان اطبق الكود المصري هي علامه 000375. ده فين؟ ده في الاجواء العاديه. طب لو جو صحراوي يبقى هي الاربعه من عشره مضروبه في كام؟ ها اتفقنا دي تبقى 4، وال 4 من 10 اضربها في كام؟ اضربها في 1 وربع. ده اللي هو ايه؟ ده اقصى حاجه. هو ده اقصى حاجه، اهو ده رقم 5 كويس انا ضربتها يعني. هو ده رقم 5 اللي الكود الامريكي بيعتمد عليه، بيعتمد على اقصى قيمه في انفعال الانكماش، انفعال الانكماش. انما ده فين؟ ده في الظروف الصحراويه. انما انا في مصر لا، انا هاخدها اللي هي 0.3 مضروبه في ها 1.25. خلاص وعرفنا ال 1.25 دي منين؟ دي جايه من الكود المصري. جايه من الكود المصري. خلاص. يبقى انا كده عرفت القيمه اللي اضيفها هنا، وعرفت القيمه اللي احطها هنا. انا اسف 0.003 مضروبه في 1 وربع. اوكي. يبقى انا عرفت القيمه اللي احطها هنا والقيمه اللي احطها بالنسبه لي هنا في الايه؟ في الكود المصري. وعرفنا الجزئيه دي جايه منين. طيب ده اقصى انفعال. لو احنا شفنا هذا القطاع، هذا القطاع بيقول لي في حال التعرض اللي هو الانكماش او اي عضو خرساني لانكماش غير منتظم، فبيبقى اقصى انفعال واحد وربع، اقصى انفعال واحد وايه وربع، واقله 0.75. يعني وانا في برنامج السيف، وانا في برنامج السيف ممكن قوي اللي هو الرقم القديم بتاعنا اللي هو 005 ده اللي هو الكود الامريكي، صح كده؟ طيب قلنا لا لا، ده احنا هناخده يا اما 0.2003 ونضربها في 1 وربع، او ممكن اضربها في الرقم ده اللي هو 0.75. 0.75 اللي هو ايه؟ ده اللي هو ادنى انفعال مكافئ للانكماش غير المنتظم اللي هو 0.75. وان شاء الله باذن الله تعالى مره هنحل هنضرب في مالتي بلاي 1 وربع، ومره هنحل في 75% وهنشوف فروق النتائج. انما هو يعني عشان الزملاء بصراحه ليهم اسئله انا بحاول ارد عشان برضو ما يحسوش بملل خلال الدوره، لان انا اتمنى ان تكون دوره شيقه. والحمد لله رب العالمين يعني ان شاء الله والله انا جمع لكم معلومات كثيره خالص هامه جدا. ولو الدوره مشيت في مسارها الطبيعي كان كل ده هنجيبه في اتجاه الدوره واحنا ماشيين. انما هو اسئله الزملاء واستفساراتهم بتخليني اتطرق للردود على الاسئله وانا شغال. وبرضه ان شاء الله في النهايه خالص كده او كده، احنا صراحه كنا كده هيتشرح وكده هيتشرح، بس هو لغايه ما هنالك ان احنا بنقدم جزئيه على جزئيه طبقا لاسئله الساده الزملاء، زي بالظبط ما الاخ الزميل الفاضل طلب مننا ان احنا نعمل رسم مطابق للشطات التقيس. فانا بحاول وانا بفكر، انا مش برسم دلوقتي يا جماعه، وانا بفكر اعمل رسم معماري لهذا المشروع، بفكر فيه وبطبق عليه الاشتراطات وبحاول اوضح لو انا بعمل البلكونات هشتغل ازاي، بعمل سلم بشتغل ازاي، هعمل مناور اشتغل ازاي، امتى اعمل سلم هروب، امتى ما اعملش سلم هروب، مساحات المصاعد. بعد ما هخلص ده ان شاء الله هنبدا نحط الاعمده ونشوف ما هي افضل طريقه لايجاد التوزيع الامثل للاعمده، التوزيع الامثل للاعمده. واتمنى ان الله عز وجل التوفيق والتيسير، وان شاء الله في المحاضره الجايه هنبدا نستكمل هذا المشروع كمعماري، واجاوب على اي اسئله تستجد من الساده الزملاء. واتمنى من الله عز وجل التوفيق والصحه والستر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.